مين بقى عامله دايت متجوز؟ لا ده لا يمكن اقدر اعمل ده. انا عارفه انت بتعشقي الاطفال جدا يعني في الحياة، عشان انت صاحبتي انا عارفه انت بتموتي في الاطفال. ده حقيقي. طب في ايه؟ شفتي اولادك لما بمسك ولا كده في خضتهم ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. نرميه فين من الاستعراض؟ برغم ان انت بترقصي كويس جدا وعارفه ان في حتى في التمرينات الرياضيه بعمل ايروبيك على طول، فانا بعشق يعني بحب الاستعراض جدا. عملته في المسرحيه لكن لاني ما اشتغلتش سينما وموقفه من المسرح شويه فلسه ما جاتليش الفرصه اني اعمل استعراض. بس انت عامله استعراضات في مسرحيتك؟ لاني كنت بلعب جمباز وانا صغيره كمان وعملها كويس فكانت قوي. شويه كويس جسمي قوي يعني مش